في ظل استمرار الخروق لليوم السادس من اتفاق وقف اطلاق النار الروسي التركي في سوريا، بدأ الحديث عن الية لمراقبة الهدنة التي ترعاها تركيا وروسيا، الية المراقبة قد تكون عبر المراقبة الفضائية عبر الاقمار الصناعية، استخدام طائرات الاستكشاف والاستطلاع وتحديد احداثيات المواقع، استخدام طائرات بدون طيار لمراقبة المناطق المحدودة وخطوط التماس. ومطابقه اماكن الاطلاق مع خرائط انتشار القوات المقاتله صحيفه تركيه نشرت تفاصيل هذه الاليه وتضمنت اشراف كل من تركيا وروسيا على اقامه نقاط مراقبه على الاراضي السوريه خاصه في المناطق السكنيه بمحاذاه خطوط المواجهات بين اطراف القتال ونشر مسؤولين اتراك وروس في مناطق مختلفه من سوريا تركيا ستستخدم قاعدة اسكي شهر الجوية الرئيسية الواقعة شمال غرب تركيا، بينما ستستخدم روسيا قاعدة حميميم الجوية في مدينة جبلة بريف اللاذقية، وسيشكلان معا لجنة مشتركة لدراسة الشكاوى المتعلقة بانتهاكات الهدنة وخرقها، ورفع مقترحات وتوصيات للأطراف المعنية لمحاسبة المذنبين ومنتهكي الهدنة. وفرض عقوبات على الطرف الذي يثبت انتهاكه لتلك الهندسه